أنا مات هاتر. هاي اسمعوا، طوال عشرات السنين عائلتي كانت تعرض أفلام الوحوش القديمة من دون أن تدرك بأن قوة السجلات كانت تطلق أشرار الأفلام في بعد جديد آخر. ترتيب هذه الفوضى صار من وظيفة عائلة هاتر، ولكن بعد أن أسروا جدي صار علي الآن أن أصبح البطل التالي من آل هاتر. عد إلى قفصك يا وجه الفاروق. لا تتحديني، أنا ملك القردة، أظهر احترامك. لا، أدواتي، انظر انظر إلى ما فعل. أيها القرد التافه. إلى وقت للعب، على القرد أن يطير بعيدا. لكنه كان سيفوز، لما هرب؟ ربما هو لا يحب الموز. نعم أيها القرد الفائق الشر، لقد نجح. حقا الملك المزعج والقرد الشرير. كيف؟ راقب يا كرو، سلاح مقتفية الأثر تضرر، لن تستطيع أن تساعد صديقيها. عبقري، لم أشك في قدرة هذا القرد على الإطلاق، بكل صدق. من دون قيادتها لن يدخل الولد هاتر إلى الرؤية المتعددة، ومن دون تدخل المزعج هاتر سيخرب ملك القردة إقليم الآثار، وأيضا شر مملكة البلا. كل تلك القدرة، اتصالنا بعالم مات انتهى. هذا الشيء سيصلح نفسه، ثقي بي يا روكسي، نحتاج إلى بعض الوقت. الوقت هو الشيء الوحيد الذي لا نملكه، وملك القردة طليق. مات، إن كنت تسمعني، نحن نحتاج إليك في الحال. هيا يا مارلون، بعض الحركة في أسلوب احتفالي. مات، اخفض الضجيج رجاء، إنني أحاول التركيز كما ترى. انتبه مات، إياك أن تقاطع عبقريا يعمل، المسألة دقيقة. يبدو أن السيدة كرام بابر ستهزم هذه السنة. لا تاج لا ملك للمهرجان. السيدة سين هي صاحبة الحظ الأوفر، لن أخذلها، أليس كذلك ميغ؟ هذا يناسبك. أوه يا ملك المهرجان المفضل لدي. روكسي، روكس. مات بني، هل من سوء؟ لا، علي أن أعمل على ملابسي. انتبهوا جميعا، انتبهوا بحياتكم. Yeah!
سكان هارمونيا خجولون وضعفاء. هذا مسلم. لا يمكننا أن ننتظر أكثر. ولكن ماذا عن مات؟ مع مات أو من دونه علينا مواجهة ملك القردة. انظري إنه يزداد قوة. حسنا، محاولة أخرى. كن هناك مات. هذا غريب فعلا، لم يفعل هذا من قبل. مات، نحتاج إليك. آلتي معطلة. مات، لن أستطيع توجيهك. أين أنت روكسي؟ مات. بحر الرمال، مدينة المهرجان. مات، إنه ملك القردة. روكسي. لست أعرف إلى أين أذهب، لكني سأجد روكسي. أنا هنا. هل نلعب الغميضة؟ روكسي. الآن ما المخاطر؟ هرارة لطيفة أو ذئاب كبيرة بشعة؟ ذئبان. جميعا، كل سكان هارمونيا كلهم، تعالوا تعالوا إلى القرد. انتبهي، ماذا يجري؟ انظر جوماس، إنه يسرق كل سكان هارمونيا. نعم، ادخلوا، ملككم يأمركم بهذا. رعايا جدد، خدم جدد لمملكة البلورية. هذه الملاحة لقد انتهت. روكسي، جوميز، هل أنتما هنا؟ هذا ليس يوم سعد. مقاتلان مقاومان يستسلما. سوف أجذبكما إلى مملكة البلور. إن كنت توافقين، أنا أستسلم. جوميز، هيا يا دماغ الموز لنرى من هو حقا ملك التأرجح. يا
وصلنا إلى مصعد الحمم سنضيع ملك القردة. روكسي انظري إلى سلاحك، عاد إلى كامل قوته. لنأمل أن يكون قويا بما يكفي لتوجيه مات. مستعد؟ القرد يرى، القرد يفعل. روكسي أمسكني. توماس الآن ستخدمني. أرجو لا تفعل. دعه يذهب. ها؟ غوماز؟ مات! انتبه! أهلا بك في مملكة البلور. عد إلى هنا أيها الشرير السيء. من الواضح أن القرد انهزم. هاتر عاد. ماذا؟ يا ملك القردة، لقد خذلتني فعلا، والآن ادفع الثمن. الرحمة. الرحمة؟ لا رحمة عندي. سوف أعيدك إلى خلية الحياة إلى الأبد، وأستخدم شريرا آخر. لكن يا سيدي، معي حارس هاتر في مملكة البلور، في إمكانه أن يكون مفيدا. نعم، ربما كخطة ثانوية على أي حال. حتى ذلك الوقت سأتعامل مع هاتر بنفسي. يا للروعة، الفخ المعتاد. بدل الفضاء والمادة. هيا مات، سنستعمل مصعد الحمام الآخر. ملك القردة قد يكون مخططا لكمين. لكن ماذا عن غوماز؟ هل هو؟ إنه بخير، أتمنى. بحسب غوماز، ذاك التاج هو مدخل إلى مملكة القرد البلورية. المملكة البلورية؟ نعم، إنه كعالم داخل عالم، وملك القردة هو حاكمه الوحيد. إن لم نردعه سوف يفرغ كل الكوكب. إذن علينا أن نكسر رأس هذا القرد ونحرر الجميع ونعيده إلى قبة الأشراف. روكسي، هل نصبح أطول أم أن مصعد الحمام يصغر؟ إنه يصبح أصغر. فخ، تمسكي روكسي، الرؤية المتعددة. مات، انتبه لتلك الأغصان. لا أستطيع جعل هذا الشيء يسير. ما هذا؟ قرادة طائرة. الريح، إنها تشتد. هاي، لا ريح، كان روكسي خادع. بسرعة روكسي، علينا أن نقفز. ماذا؟ أنت متهور. عليك أن تثقي بي. كنت محقا، لقد نجحنا. أنت بخير يا روكسي؟ نعم أنا بخير. إذن لقد أفلت هاتر من فخ آخر. هذا جيد يا ملك القردة، هذه فرصتك الأخيرة. أولد؟ يؤدي لإمساك آخر. مات، انظر. غوماز. لحظة مات، قد يكون فخا. صحيح، لكن فات الأوان. ها؟ انخفض يا روكسي. تاجي. مات، انظر، الكرة البلورية سوف
إليكما من جديد. إن التصويب على التاج أجبر القردة على تحرير جولماس. كل مرة يفعل هذا ترتج مملكة البلور، وما زال دماغي مرتجا. مات غيمته، الصفارة تتحكم بها. نكمل فيما بعد. لا لا، سننهي الأمر هنا والآن. انزل، ملك القردة يطير وحده. اصمت يا مات. قادمان. فات الأوان، أنا هو الملك الفائز يا هاتر. مات مات. أو لا، لا أصدق، يبدو أنه المدعومات. نعم، الآن لا شيء يمنع ملك القردة من جمع الكل في المملكة البلورية، وحين أقوم بنزع التاج عن رأسه سوف أحكم الكواكب كلها من دون أن أخرج من هذا السجن السيء. الملك تينوروك الأول، أحب هذا. أيمكن أن أصبح الأميرة كراو رجاء؟ مات يحتاج إلى مساعدتنا، لن نفيده إن كنا أسرى مملكة ملك القردة البلورية. تحرك. الآن يا متقفية الأثر، قولي مرحبا بالمملكة البلورية. إياك أن تفكر في هذا. لا 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 لا، مستحيل، غيمتي تطير بي وحدي. مزلجة، غيمة، هذا لا يهم. والآن أين كنا؟ أو نعم، كنا سنضرب القرد. ننمل. يا سيدي روك احمني. قل لي ماذا ستفعل يا سيدي؟ ملك القردة فشل لآخر مرة معي، دعه يدبر أمره بنفسه. عمل ممتاز مات، لكن كيف حصلت على صفارة القرد؟ أخذتها حين كنا نتعارك معه. عندي فكرة عن استعمالها، لكن هي مخاطرة كبيرة. المخاطرة دائما كبيرة. قولي لي، هل أنت واثقة من أنه جاء من هنا؟ ترك أثرا من شعره يستطيع تتبعه ابن 5 سنوات. ابن 5 سنوات ربما. أظن أن هذا هو، سأنتظر هنا، أنت وغوميز تابعان. بعدك غوميز. لكن قد يكون كمينا. غوميز، هذا هو المطلوب. أنا ماهر للغاية في حماية الآخرين. غوميز احسمي. أنت مدين لي بتحسين سلاحي أيها القرد. انتظر يا مات، انتظر يا مات، عليك معرفة اللحظة المناسبة. هدفك مجددا، ملك القردة هو الأفضل. يا دماغ الموز، دعنا نرى كيف تتعامل مع هدف متحرك. أنا أربح، أنا أربح، هاتر صار في مملكة البلورية إلى الأبد. أخرج من رأسي. الآن يا روكسي. تاجي. لا. مات.
نجحنا. ملك القردة يقوم بالتحول. أسجن. لا لا يا هاتر، لا لا. أهلا بك مع بقية الأشرار في مملكة السجلات. أجل. أظن أن هذه هي لحظة تتويجنا. أوه، لقد تذكرت. السيدة كرامبابل قد تكون توجت الآن ملكة المهرجان. علي أن أذهب. إلى اللقاء صديقي. استمتع مات. انتبه لنفسك. والآن شرير قوي آخر من الأشرار يهزم. ترى هل ستكون هناك مرة نضحك فيها أخيرا سيدي؟ ما لا يعرفه الحارس الأحمق أن تاج ملك القردة يبقى بعد ذهاب ملك القردة. من يدري ما يحمله المستقبل.